هواها مصري على الراديو 90 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، صوتك مسموع. الموضوع ده ان وزاره التنميه المحليه اطلقت الوزاره دي مبادره طبعا لسرعه حل شكاوي المواطنين وتحسين مستوى الخدمه المقدمه ليهم في تلقي شكاوي من الساده المواطنين. الحكومه المصريه كلها شغاله على ده الصراحه، ومجلس الوزراء عامل ده جدا. وزاره التنميه المحليه من الوزارات اللي على الارض قوي وموجوده وشايفه الناس اسرع واقوى. فوزارة التنمية المحلية هتعمل بقى المبادرة دي، خلينا نفهم ايه الموضوع وهتواصل مع صوتك مسموع ازاي ومين اللي هيحل. هل هيبقى مثلا قرارات تتاخد من معالي الوزير محمود شعراوي للسادة المحافظين؟ هل هتبقى على الارض اكتر للسادة مثلا رؤساء الاحياء حسب نوعية الشكوى؟ خلينا نروح للصديق العزيز دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير على حضرتك استاذ احمد وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وحضرتك بألف صحة وسعادة يا رب. مش هقدر أسميها مبادرة يا دكتور لأن وزارة التنمية المحلية شغالة على حل المشكلات طول الوقت وكفاية عليكم إحنا بس يعني بنبعت لكم كتير جدا، فمش قادر أسميها مبادرة، عايز أسميها خلاص هو ده بقى فكر داخل وزارة التنمية المحلية إنها تتلقى الشكاوي من المواطنين. ما هو ده إحنا ليه أطلقنا عليها مبادرة صوتك مسموع؟ يعني برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، ده تم تدشينها في أكتوبر 2018 وده لتلقي يا فندم مش الشكاوى بس، كمان استفسارات افكار الى غير ذلك من الـ 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 الامور المختلفه. هنا بالشكل ده صوتك مسموع. وزاره التنميه المحليه بتقول للمواطن احنا وزاره بتشغل على محورين، محور تسمع للمواطن وتتفاعل معاه، و من ناحية تانية كمان بتستجيب للشكوى بتاعته وتبحثها وبتبلغه بنتائجها. خلينا أقول لحضرتك منذ تدشينا في أكتوبر 2018 وإحنا تلقينا حوالي 320,311 رسالة حتى نهاية شهر ما بين شكوى واستفسار؟ كله الشكاوى بس حوالي 60,963 شكوى، اتحل منها حوالي 58,809 شكوى بنسبة إنجاز حوالي 96.5%، وجاري حل حوالي 2,154 شكوى. هايل. طبعا شهر إبريل فقط شهد حوالي 12,266 رسالة، منهم 1782 شكوى تم الرد عليها، منها 1360 رساله يعني تم حلها بحوالي بنسبه انجاز حوالي 76.5%، وجاري حل حوالي 420 رساله. خليني كمان اقول لحضرتك يعني توزيع الشكاوى، يعني لو بصينا هنلاقي انه الشكاوى مثلا القمامة وصلت نسبتها 51.3% خلال شهر إبريل، ويليها في ذلك طبعا الجزء المتعلق بالإشغالات، الشكاوى الخاصة بالإشغالات تمثل حوالي 39%، ثم بعد ذلك تأتي مخالفات البناء 5.3%، يليها التعدي على أراضي الدولة سواء الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بنسبة 3.5%، يجي في الآخر الشكاوى الخاصة بالفساد حوالي 39%. ده فيما يتعلق بطبيعه الشكاوى اللي بتيجي. طبعا هو مدام حضرتك عارف الارقام دي يا دكتور بعيد، انت عندك من التصنيفات في ادارات داخل الموضوع الشكاوي ده، يعني هو مش شكوى بتيجي وخلاص، انت عندك بقى اللي بيصنف ياخد شكوى، مثلا اللي بيشتكي من مثلا الاجراءات الاحترازيه والوقائيه عشان فيروس كورونا في حته، اللي عنده مثلا لمخالفات البناء في حته، صح كده؟ بالظبط يا فندم. هو اللي بيحصل ان احنا طبعا بنتلقى الشكاوى دي من خلال اربع اليات. تمام. الآلية الأولانية بتبقى رقم الوقت اللي هو 011-50-60-67-83. تمام. وفي كمان صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، وفي كمان خط ساخن 15-330 للاستفسارات، وفي كمان لما بيبقى بقى الشكوى فيها مستندات خاصة لها طبيعة سرية، فزي مثلا شكاوى خاصة بمكافحة الفساد أو غيره، على الميل بقى بيبعت لنا على الايميل ادرس، الايميل ادرس ده مؤمن اللي هو info@mld.gov.eg. طبعا حضرتك المبادره دي تحت سمع ووصل السيد الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، ومعانا في غرفه عمليات صوتك مسموع الزملاء
رابطين مع 27 غرفة عمليات لصوتك مسموع في 27 محافظة. رئيس كل غرفة من الغرف في المحافظات السيد السكرتير العام للمحافظة، وبالتالي بيتم تلقي الشكوى ارسالها مباشرة. احنا بعثنا الشكوى بفيديو او بصورة، وبنتلقى عملية ازالة الاشغالات او المخالفات او غيرها او القمامة بصورة برضو وبفيديو، بحيث يبقى قبل يتصور البعض يا دكتور هو بيسمعنا دلوقتي المراحل الانتقالية من تلقي الشكوى انها تاخد وقت، يعني لما تيجي الشكوى وبعدين نقسمها وبعدين تروح للسكرتير عام المحافظة وبعدين ننزلها لتحتيه، يتصور البعض انها تاخد وقت. تاخد وقت قد ايه تقريبا؟ يعني بص يا فندم، يعني في شكاوى بتزال في ذات الوقت، وانا ببقى شايف ده بالمتابعة مع الزملاء، وفي شكاوى اللي يعني تاخد 48 ساعة. في شكوى اذا ما تدخلتش حالا فيها طبعا زي القمامه، لانها بتبقى متجدده ومتراكمه وكده، طبعا فلازم يتم التدخل فيها بشكل اني. اول ما بتوصل بيتم تعميم على طول، وبالمكان بالعنوان اللي فيه طبيعه الشكوى والمخالفه دي، وبيتم التعامل معها بشكل مباشر. حضرتك مثلا حد بنى بالمخالفه والمتغيرات المكانيه رصدته، لكن في احداث راقي من مواطن لقى مخالفه راح مصورها وراح باعت العنوان بتاعها، يتم التدخل على طول من خلال السيد السكرتير العام في المحافظه المختص، بيبلغ على طول، ينزل رئيس الحي يزيل المخالفه ويبعت لنا صور الازاله بالتاريخ وبالموعد، بحيث بنقدر نعرف يا دكتور طبعا ما بين الشكاوي الفعليه والكيديه. طبعا بيتم التاكد منها، عشان كده احنا بنطلب من المواطن ان يبعت لنا اسمه بالكامل ورقم القومي بتاعه، علشان برضو يبقى فيه هناك يعني برضو ايه مصداقية في التعامل، ولانه هو بيبقى كمان المواطن عارف مين معاه في صوتك مسموع وبيرد عليه، وخاصة ان صوتك مسموع شغالة 7 ايام في الاسبوع 24 ساعة في اليوم لانها شفتات، وبالتالي برضو الزملاء معاهم التابلت لو هم نتيجة للاجراءات الوقائية والاحترازية وكده، فبيبقى برضو كل واحد معاه التابلت، وبيتم التعاون مع الزملاء في المحافظات بنفس الآلية، وبالتالي النهاردة أصبحت الأساليب التواصل أكتر على السوشيال ميديا أكتر، بنتواصل مع بعض طول الوقت. يعني سيد حاج قلت لي نقطة مهمة جدا، المواطن وهو بيتكلم الموظف عند حضرتك اللي تلقي الشكوى بيبقى عارفه، يعني معنى كده ان انا بتابع مع شخص واحد بيفضل معايا، ولا كل مرة ما ممكن الشكوى مثلا ما تتزلش في نفس اليوم او بعديها بيومين، او بتابع مع نفس الشخص؟ هو اللي بيحصل حضرتك بتتابع، بتاخد طبعا رقم للشكوى دي، ولازم يرد على حضرتك الموظف المسؤول. انا خالد.